السلامة ومرحبا بكم. انس كل انا سيني ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو نتاعنا باش نوريكم الابديت اللي صارت في الامتيال، الحوايج اللي تبدد، باش نوريكم كل شيء. ما تنساوش لايك سبسكرايب كومنت مزيان، ما حبش نطول عليكم برشا. اللي يستحق اي حاجه ينجم يكتب لي في الكومنتات ولا يجيني بريفي في الانستغرام ولا الديسكورد. سيرفرنا نتاع الامتيال تلقاو لي بي نتاعو في الديسكورد، والديسكورد تلقاوه في الديسكريبسيون. اللي يحب على السام بالطبيعه باش نهبطوا فيديوهات برشا سام، برشا فيديوهات امتيال، برشا جو. خليك متبع، اعمل سبسكرايب. امتيال وسام هما العاب ار بي، واحده تلعب على التليفون وعلى البي سي، واحده تلعب كان على البي سي. اذا تحب تلعب معنا بالطبيعه مرحبا بيك، ما عليك كان تدخل للديسكورد وتتفرج على كيفاش تصبها من طريق الشين نتاعي. تدخل للشين نتاعي تلقى برشا انواع نتاع فيديوهات كيفاش تصبها، سواء امتيال سواء سام سواء على التليفون سواء على البي سي. ما نطولش عليكم اكثر، يلا خليكم مع الفيديو. اول حاجه باش تصير وهي الداونلود نتاع العاده، واللي هو باش تلقاوها بين 500 و 700 ميجا نورمالمون، وحاجه مزيانه برشا راكم باش تشوفوها. نكملوا الداونلود وندخلوا الجيم ونرجعوا. كيما تشوفوا باش تجيكم هكايا الدخله، باش تجي الاغنيه نتاع ريميكس توصيه عندنا كيما تشوفوا اللايف كذا. باش تيليشارجي لل 100% لازم تستنيها. ننساو توا الاغنية ونتلهو مع الدخلة. باهي بالطبيعة الكاركتير نتاعنا باش يكون هكايا، باش نجيو باش نختارو كولور لاينين. ها يعطينا كولور اخضر، فما هذا مشكلة. سكين كولور نختارو هذايا، ثمانية ولا ثمانية كذا، ونعملو نيكست تول. باهي نجيو لنا كاركتير نيم، بعد كل شيء باش يتبدل ولا تراه شكل الكاركتير نتاعك ورا الكاركتير هذايا. باهي نجيو لنا نحطو النيم نتاعنا اللي هو كالعادة عمر الليا، ايج 21، كاركتير لايف ذا بوس. بون كاركتير لايف اللي يحب يحط يحط، يحبش ما يحبش. باه نجيو لنا نعملو نيكست، نجيو لنا باش نختارو الشعر، ندورو شويه الكاركتير باش نفهمو البحث نتاعو. باه نجيو هكايا نختارو شعر 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 مثلا باش نختار هذايا. بون ايميل تحب تحط، ما تحبش ما تحبش، تعمل نيكست وسي بون. هكايا تكون دخلت للجيم، سي بون هكايا تكون بريسك دخلت الجيم. باش تستنى شويه باش تجي طياره باش تهبطك في المدينه باش كمل الدخول نتاعك كوم يلفو. باه استنى الطياره، الطياره نتاعي طاحت انا ظهري هاك. باه فما حتى مشكله، الطياره طاحت. باه تويكا سي بون كيما تشوفوا دخلنا للجيم. عندنا ال سلاش اوث كالعاده، الفيريفيكاسيون تاع الديسكورد لازم منها تجي للجيم تعمل سلاش اوث، ومن بعد تمشي لبوت الديسكورد تعمل بوان اوث وتكتب الكود باش تطلع حالك البلاك. بعد ما تكمل تعمل الاوث وتدخل للسيرفر كيما تشوفوا، بعد ما تركح كاركتيرك وامورك تكون منظمه باش تدخل وباش تجي طول للحاج سكوتور هذايا، وباش تمشي تنزل عليه تنزل على الام اول حاجه باش ظاهر السوري، وبعد تنزل عليه وباش تلقى التروتينات هذيا ب 50 دينار تقعد لك 60 دقيقه. به باش نهبطوا السكوتور تويكا هذايا وباش نبداو نتحركوا به. معظم العباد البارح دخلوا خاطر السيرفر تحل امس، معظم العباد اللي دخلت ما عرفتش حد شيء، ما عرفتش كيفاش تخدم في الجوبز، ما عرفت تعمل حد شيء. دونك انا هاني جيت باش نوريكم. اول حاجه باش نعملوها باش نمشيو للسيتي هول من غير ما نخمو، باش نجيو هكايا باش نجيو للسيتي هول. به تويك الرادار كيما تشوفوا الهود والرادار ماهمش رايحين، قاعدين يتفيكسيو تو شويه خير باش تريقلوا. نورمالمون كي تدخلوا انتم كي باش تدخلوا باش تلقاو مريقلين. باه باش نجيو لنا باش تلقاو زلابيا خدمة. باه باش نجيو لنا ننزلوا على الام، ننزلوا عليه وعندنا الجوبز هذوما الكل. ترانسفور سون ليفل 1 هذي على قريب، ترانسبورتر بوكس، الكتريسيان، وول بريدج ماينينج، بلاك فورست وود، هوت دوغ، الليغال فاكتوري، وتشيكن ليفل. باه انا الجوبز اللي باش نوريهم لكم في الفيديو هذايا هما الليغال فاكتوري والتشيكن ليفل. والفيديو جاي اذا تحبوا نعملوا لكم فيديو اخر على الهوت دوغ ولا على اي جوب من هذوما باز باش نعملوا لكم، معناها جيست اكتبوا لنا في الكومنتات باش احنا نزيدوا نعملوا فيديو واحد اخر. باهي باش نعملوا كونترا مثلا، نبداو مع الليغال فاكتوري. انت نورمالمون كيف باش تعمل الليغال فاكتوري، باش تنزل جيست على باش تنزل على الاف 11 باش تحل ماب وباش تلقى التاج نتاع ليغال فاكتوري. اما تو انا مانيش نلقاها خاطر قلت لكم قاعده ديجا تو في اللحظه هذه قاعده تتفيكسا، دونك باش نمشي لها وحدي خاطر نعرف بلاصتها واموري منظمه. باش نجيو للبلاصه هذه اللي باش نلقاو فيها ليغال فاكتوري كيما تشوفوا، هذه هي البلاصه. وباز باش تجيكم معناها الشيك بوينت انتم كي باش تجيو تخدموا به، باش تجي لنا جوست تقف في الانترنس هذايا تستنى شويه وباش تدخل للليغال فاكتوري. به باش تجي منا تدخل 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 باش تلقى الباب هذايا، باش تدخل منه من بعد طول باش تجي للبلاصه الزرقاء هذايا،
باش تعمل هكا باش يقول لك جاست جوين تعمل عمل بعد تجي منه هكا سهله برشا الجوب هذيا ومزيانه باش تجي لاي بلاصه سفره من البلايص الصفر هذوما به. نحن مثلا مش نجيو للبلاصه هذيا كما تشوفوا باش يعطينا سلاح بعد ما يعطينا سلاح باش نجيو للبلاصه اللي مقابلتها هذيا بالضبط وباش نقعدوا واقفين وبرا هو باش يقعد يعمل السلاح. نحن جيست تويكا باش نستناو كما تشوفوا تويكا سي بون قال لك كملنا امشي للريد مارك اللي هي هذه باش نجيو لنا باش نمشيو للشيك بوينت هذه باه. كما تشوفوا حط وحط لنا 179 دينار باه الفلوس نتاعك كيفاش تراهم بطبيعه تعمل سلاش كاش باه باش نجيو هكا تو نعاودو نخدمو تقعد هكا تخدم لين تدبر برشا فلوس ومن بعد تسرح على روحك باش نحطو تويكا السلاح الثاني وباش نمشيو نخلصو على رواحنا كما تشوفوا ولا عندي تو 354 دينار جمله باه باش نجي للنكية ونعمل جيت 345 دينار سي بون خذيت فلوسي وتو نجم نخرج من الجوب بالطبيعه باش تخرج من الجوب هذه وتمشي لجوب اخرى لازمك تجي للبلاصه الزرقاء هذه ومن بعد يقول لك دو ريلي وونت تو ليف يور جوب تقول له انت اكسبت ولا كانسل بالطبيعه انا مش نقول له اكسبت خاطرني سي بون نحب نخرج من الجوب هذه. نتعداو تويكا للجوب الثانية اللي باش نوريوها باش نجيو لنا كالعادة ننزلوا على السيد هذايا ومن بعد نستناو البلاكة تخرج لنا نكيتيو الجوب نتاع ليليغال فاكتوري وباش نتعداو للتشيكن مش نتعداو للجوب نتاع الدجاج باه. باك سبيس ننزلوا على الام ونمشيو للبلاصة نتاع التشيكن كيف كيف تو تجيكم انتوما تشيك بوينت في الماب انا باش نمشي لها خاطرني نعرفها وتو كيما قلت لكم تشيك بوينت ما فهمت. وصلنا تويكا للبلاصه نتاع الدجاج باش نجيو ندخلو منا كي بالضبط باش نجيو تو باش نلقاو برشا دجاجات واقفين باش نجيو لنا باش نهبطو من الكهرباء نتاعنا باه الدجاج منا موجود باش نجيو وراء الدجاج باش نلقاو باب لنا كي باش تجي تنزل على حرف الاو باش تهز معاك الدجاجه باه سكر الشات باش تهز معاك الدجاجه تمشي بالدجاجه هذي تجري 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 للصندوق هذا باه بتجي للصندوق هذا تنزل على حرف ال أ كيما تشوفوا هذه الدجاجة نتاعك تبدا تقطع فيها تو باه توا سي بون يو ريسيف تشيكن فرد مرة خنوريكم الانفنتوري الولاد هذه هي الانفنتوري كيما تشوفوا انا عندي فيكول كي دوك فود مانيش عارف شنو به وعندي الدجاجة المقصوصة هذه نسكروا الانفنتوري ما حشيش برشا معناها حشيش برشا دجاج دجاجة بركة تكفي جوست نمشي نوريكم تو شنو باش تعملوا بها باه نطلعوا في الكهرباء نتاعنا نخرو ننصحكم لا تدخلوا على بكري للسيرفر باش تدبروا بوستوات في الميكانو في برشا حوايج خاطر برشا حوايج مازالت افيلبل كيما نقولوا عادك بيهم معناها باز باش ياخذوهم عباد دونك اللي يحب يخلط ماذا بيه في اقرب وقت باه باش نمشيو تويكا لبلاصه اخرى معينه قريبه من البلاصه اللي كنا فيها تويكا باه باش نخرجوا هكايا على الكياس باش نجيو منا باش نلقاو فما دخله منا كيما تشوفوا باه باش نجيو للدخلة هذيا ندورو هكا باش نلقاو طول لنا الصندوق واحد اخر باه باش نهبطو من الكهرباء نتاعنا نمشيو نجريو للصندوق نجري يجري 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 وتنزل على حرف الاو باش تحط الدجاجة في وسط باش تحط الدجاجة في وسط باج معناها في وسط كارتابلة كيما نقولو احنا باه سي بون تويكا حطينا الدجاجة في وسط كارتابلة كيما تشوفو باجد تشيك باه باش نجيو باش نمشيو توا للبلاصة اللي باش نبيعو فيها الدجاج بعد ما جبنا توا الدجاج نتاعنا باش نجيو للجراج هذايا في البورت في وسط البورت منا كي بعد بطبيعة انتم باش تجيبوا برشا دجاجات انا جبت واحدة بركة به باش نجي لنا ننزل على حرف الاو كيما تشوفوا يو هاف ريسيفد 200 دينار معناها دجاجة واحدة جابت لي 200 دينار دونك انتم باز باش تجيبوا برشا دجاجات وباش تبيعوهم باش يجيبوا لكم برشا فلوس باش تجي لنا باش تبدل دبشة توا به باش تدخل كيما تشوفوا باش تلقى البلاصة هذيا باز ناس كل تعرفها باش تجي للبينكو هذايا اللي هو الكلودس شوف باش تجي لنا باش تلقى حنان تبيع في الدبش باش تقرب الحنان لو ماكسيموم وباش تنزل عليها كليك دروات باش تجي لنا باش تلقى شيرت بانتس شوز بوكسر واتشز باك باك باهي احنا باش نبداو بالشيرت اول حاجه باش نجيو لنا ونقعدو نلوجو على مريول باش يعجبنا فما 100 مريول تنجم تختار انت اي مريول منهم باش يعجبك باهي لو فرضنا انا مثلا عجبني المريول هذايا باش نعمل اونتري باش نشريه سي بون لبست المريول باهي باش نتعداو للبانتس واللي هما السراول باش نجيو لنا باش نختارو السروال تنجم تدور الكاركتير كيما تحب باش تارى السروال بالباهي باه باش نجيو مثلا باش نختارو اكحل لوجيكمون باه نعملو باك سبيس تو باش نراو كيفاش جات اللبسه باه باهي حاليا اللبسه ماهياش خايبه باه ماهياش خايبه تنجح
بيه نرجع بحذا حنان توا طلع سرير ماكس باش نجم نغزل بالشوز باش نعملو هكا نمشي بالشوز ونلوجو على صبات مزيان نلبسو بيه باش نجيو مثلا هكا هما صبابك ما عجبنيش برشا انا بصراحة باش نلبس النايك هذايا لك بيه ما نستحقوش حتى شيء من البقية من الحوايج اللي ما زادت كيما تشوفوا هكا نكونو بدلنا اللبس نتاعنا وبسوم رخيصة وجوها أحلى بيه نتعديو توا للحاجة اللي من بعدها واللي هي مثلا مش وريكم توا حوايج خفيفة جوست معناها التشويق ومن بعد باش نزيدو فيديوهات أخرين باش نزيدو نوريكم حوايج به عندنا كيما تشوفوا تنزل على الإفكاد باش تلقى الأنيماسيون بانل اللي هي معناها اللي بتاع الأنيماسيونات وكل به باش نجي مثلا أنا باش نمشي بالدونس نختار أي واحدة من الدونس كيما تشوفوا الكاركتير باش يبدا يشطح به مثلا باش نجيو للسوسيال حاجة سوسيال مثلا كما تشوفوا هذا واحد قاعد يخمم به وهذا واحد قاعد يبكي اما يظهر يخمم على به والكينج ستايل اللي هي طريقة المشي معناها الناس كل تعرفهم الحوايج هذوما انت كيف كيف هذوما تابعين لنيمز كما تشوفوا به حاسين نتعديو تويكا الاخر حاجة به شنو باش نعملو تو باش ننزلو على حرف الاي كما تشوفوا باش تلقى عنا الحوايج هذوما عنا تي في وعنا درون وعنا اوتوريزاسيون تاع الدرون به حكاية الدرون وتي في وهذوما الجو الكل به عنا الدرون باش تكون فما فاكشن بالدونيشن اللي عنده الفاكشن هذيا باش ينجم يبيع الدرون والتي في وبرشا حوايج الكترونيات اخرين مزيانين على الاخر انا باش نجربوهم واللوتوريزاسيون تاع الدرون بطبيعه تاخوها من عند الحاكم باش نجربوا اول حاجه الدرون كما تشوفوا لنا باش نجيب حذايا الدرون باش نبدا نتحكم فيها من بعد نجم ندور بالدي بالكي نجم نتبع حوالي المدينه كل نقعد ندور في المدينه نفهم الاوضاع نار الدنيا ونار كل شيء معناها من عن طريق الدرون كملنا من الدرون باش نتعداو توا للحاجه اللي من بعد واللي هي التلفزه باش نجيو مثلا لان نحبوا التلفزه نتاعنا تجي لنا ننزلوا على الاي كالعاده نخرجوا التلفزه نتاعنا باش نجيو اوكي لنا باش نلقاو هذه هي التلفزه نتاعنا شنو هي باش نعملوا بها باش ننزلوا على الام باش ننزلوا على التلفزه نتاعنا باش يخرج لنا التي في سيستم هذايا باش نستناو شويه باه كوليكسيون لنا باش تلكعك شويه باش نجيو لنا مثلا في السيرش باش نجيو نكتبوا تيتا مثلا انت تكتب اللي تحب باش نجيو نكتبوا تيتا مثلا باش نختار الفيديو هذايا نتاع السام نقوي له الحس نعمل له بلاي نقدم ونقعد نتفرج على الفيديو نتاعي نقعد نتفرج انا واللي بحذايا الكل نركشو نقعدوا نتفرجوا على الفيديو نتاعنا على اليوتيوب حاجه مزيانه على الاخر بالرسمي معناها في كرم زين نعطيهم الصحه الاولاد قعدوا يخدموا تقريبا معناها جمعه ولا اكثر من جمعه صباح وليل بالرسمي نقول صباح وليل هما يخدموا على السيرفر باش يخرجوا لنا حاجه مزيانه ما تنساوش كما قلت لكم تدخلوا تفكوا بلاصتكم لايك سبسكرايب كومنتير مزيان واي حاجه تحب عليها تنجم تكتب لنا في الكومنتيرات ما نطولش عليكم اكثر يلا تويكا نقول لكم باي باي